السلام عليكم الاخوان والاخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير، اموركم هانيه؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير، ولقيتكم هذا الفيديو في صحه جيده ان شاء الله. اليوم درت هذا الفيديو على قبل واحد الملائكه اللي عزيز عليا وعزيزه على قلبي. اليوم دخلت غرفه العمليات، راه كدير العمليه. كنتمنى منكم جميعا الدعوه معها بالشفاء العاجل ان شاء الله. كنتمنوا ليها الشفاء العاجل ان شاء الله يا ربي. الله يشافيها علينا، والله يخليها علينا، والله يخلي لكم وليداتكم ويخلي لكم معز عليكم. كنتمنى منكم تهزوا كفوفكم كاملين وتدعوا معها بالشفاء ان شاء الله يا ربي تشافيها علينا. اللهم اشفيها، انت الشافي، لا شفاء الا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفيها يا ربي. كنتمنى منكم الاخوان والاخوات تدعوا معها بالشفاء ان شاء الله. راه اليوم كما كتشاهدوا راه حنا شادين الطريق، مسافرين نمشيو عند الوالد ديالي. الله يخلي لكم الوالدين ديالكم. ما ديوش عليا، راه مستريسيه شويه. نمشيو عند الوالد ديالي نتوانسوا معاه شويه، حيت الوالده راه ما كايناش معاه، كاينه مع اختي. وكنتمنى ان شاء الله يدوز هذا الشيء بخير وعلى خير، وكنتمنى الشفاء لهاد البنيوته الصغيره. يلاه عندها عامين ونص، ملائكه صغيره. كنتمنوا ليها الشفاء العاجل يا ربي تشافيها في هذه العواجر هذه. وسمحوا لنا الاخوان بزاف، ودابا غنخليكم على خير. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.